طيب استاذ جمال، خلينا ننتقل لموضوع اخر. النهارده كان في اجتماع لمجلس اداره اتحاد كره القدم او لجنه ثلاثيه لتدريب اتحاد كره القدم مع ممثلين الانديه للنظر فيما سيحدث في الموسم القادم. يعني شفت الاجتماع ازاي وشفت او وجهه نظرك فيما حدث في هذا الاجتماع؟ والنهارده كان في اجتماع الاول لتدارس الافكار، وبعديه مباشره يمكن بساعه او اكتر شويه يعني تم الاعلان عن اجراء قرعه الدوري بنفس النظام اللي هو نظام المجموعه الواحده 18 نادي. دي هتجرى ان شاء الله يوم الثلاث مظبوط صباحا. وبالتالي هو الاجتماع بس هي الفكره ضيق الوقت في الموسم الجديد فعلا. يعني دي عمليه بتقلقني انا شخصيا اذا كان الموسم الحالي مضغوط بهذا الشكل والموسم اللي قبله مضغوط بهذا الشكل، ما كانش فيه بطولات كبرى. مظبوط. يعني انت عندك السنه دي اللي جايه دي اللي كأس هتبتدي العرب. كاس العرب، كأس الأمم الأفريقية، كأس العالم بإذن الله لو تأهلنا، طبعا تصفيات كأس العالم، ثم نهائيات كأس العالم، ثم دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اللي هي الارتباطات العادية للأندية. مظبوط. فالوقت هيبقى بيداهمنا جدا على رأي البرامج، يعني الوقت هيداهم جدا، فده هيبقى يلقي عبء كبير جدا. انا طالبت بانه يبقى في اجتماع يعني هذا الاسبوع تحديدا، وقلت انه يبقى في اجتماع مع الانديه بس لتدارس، مش لانك تعمل دوري مجموعتين ولا مجموعه واحده، لا، ان انت امكانيه ان انت تعمل دوري ما نمرش فيه زي ما نفس الظروف السنه دي شفنا نفس الظروف ونفس المشاكل. يعني ماشي، انت هتعمل النهارده قرعه الدوري، بعدها بكام يوم هتعلن الجدول، هتعلن ايه بقى؟ لازم الاول نشوف هنتعامل ازاي مع كأس العرب. طيب هل سنشارك في كأس العرب بنفس لعيبة الأندية اللي هم الكبار؟ لا بس ده بغض النظر برضه يا استاذ جمال، حتى لو ما شاركش ما هو في الاخر ما هيشارك منين؟ من لاعبين في الأندية، لاعبين برضه في الأندية. ما انا عايز اقول انه التصور الفني، يعني يا ريت يكون حد زي فنجادة اللي هو المدير الفني اللي انت تعاقدت معاه، يبقى هو له يعني رؤية في هذا الأمر، لأن أنت هيبقى عندك زحام شديد جدا، فده أنا أخشى منه على الأندية أنها تكرر أو تعيد تكرر أو تعيد التجربة المزدحمة الصعبة اللي عشناها. عشان ما نجيش بعد كده نشتكي. طب إيه الحل؟ الحل أنا وجهة نظري برضو، قبل ما يعني تاخد قرارات بأنك تعمل الدوري بهذا الشكل لازم تكون ناقشت ده كويس تمام مع المدير الفني بتاعك. ما هو المدير الفني ده تمام المفروض هو اللي بيحط لك خريطه الشغل الفتره القادمه. طبعا تمام. فطبعا ده مهم يعني.